مرحبا متتبعي متتبعات مدونة فور لايف. هذا الدرس الجديد حول موقع فيسبوك وطريقة إخفاء صفحتك الشخصية أو بروفايلك من عملية البحث، سواء من شريط البحث أو من يعني موقع جوجل. ففي الدرس الماضي بطبيعة الحال رأينا طريقة إخفاء لائحة الأصدقاء. على يعني القيام بإخفاء صفحتك الشخصية، قم بالنقر على هذا السهم الصغير هنا في الآلة، ثم انقر على الإعدادات، سيتم فتح صفحة الإعدادات، وسنذهب بطبيعة الحال للإعدادات الخاصة بالخصوصية هنا. سننقر على الخصوصية مع رمز القفل، ثم هنا ساعد الأشخاص في العثور عليك والتواصل معك. طبعا أنت تريد إخفاء صفحتك الشخصية، وبالتالي فستقوم بعكس ما يطلب منك فيسبوك هنا، أي لا تساعد الأشخاص في العثور عليك والتواصل معك. فهنا من يستطيع إرسال طلبات صداقة إليك؟ أنا اخترت الكل. أنت يمكنك النقر على التعديل هنا، ثم اختيار أصدقاء الأصدقاء. طبعا أي شخص لا يمكن اختيار، يعني أي شخص، لكن يمكنك اختيار أصدقاء الأصدقاء. فأي شخص ليس لديك مع شخص يعني صديق مشترك، لا يمكنه أن يرسل لك دعوة. هنا كذلك من يمكن الاطلاع على قائمة الأصدقاء، قد شرحنا هذه في الدرس السابق، إخفاء لائحة الأصدقاء. ثم هنا هذا هو المهم، من يستطيع البحث عنك بواسطة عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته، يعني يمكنك أن تختار الكل، أو هنا تعديل نفس الشيء كما رأينا في هنا، يعني أصدقاء الأصدقاء. كذلك من يستطيع البحث عنك بواسطة رقم الهاتف الذي قدمته، نفس الشيء هنا. وهنا في الخيار الأخير لديك، هل تريد ربط محرك، يعني السماح لمحركة البحث خارج نطاق فيسبوك بعمل فيك الشخص في نتائج البحث مثلا مثل جوجل؟ يمكنك أن تقوم بعدم تحديد هذا الخيار، بحيث سيتم إخفاء يعني صفحتك الشخصية على جوجل. طبعا سننقر مرة أخرى على إيقاف التشغيل، وسيتم إخفاء حسابك من جوجل. طبعا سأتركه هكذا. ثم كذلك هنا من يستطيع كما قلت البحث، يمكن أن تنقر هنا على تعديل، وتختار يعني هنا مثلا تختار يعني أصدقاء الأصدقاء، أو حتى يعني الأصدقاء فقط. يعني إذا وضعت الأصدقاء فقط، فحتى يعني أصدقاء الأصدقاء لا يمكنهم يعني إيجادك على محرك البحث جوجل. فهذا كل ما يتعلق بهذا الدرس. إذا كنت بطبيعة الحال ممن يريد الحفاظ على الخصوصية وإخفاء الصفحة الشخصية على فيسبوك، أتمنى أن يكون الدرس واضح، وأراكم في درس آخر.